بداية أتوجه بالشكر لأخي الكريم المهندس أجمل سلطان على هذه المبادرة الطيبة التي تتزامن حقيقة مع ظرف استثنائي يمر به الوطن. الخطوة الثالثة لخارطة المستقبل أو خارطة الطريق وهي الانتخابات النيابية. الخطوة الثالثة لخارطة المستقبل وهي الانتخابات النيابية والتي قضي بعدم دستورية القوانين التي كانت ستجرى على أساسها. ولكم حذرنا قبل إقرار هذه القوانين وأعلننا جميعا وليس الوفد وحده أن القوانين المتعلقة بالانتخابات لابد من مشاركة الأحزاب السياسية في تصورها، وقلنا أن القوانين العملية السياسية والعملية الانتخابية يضعها الساسة ويصيغها القانونيون، ولكن بكل أسف ضرب بكل آرائنا وأفكارنا عرض الحائط، وتقدمنا بمذكرات لكل السلطات المسؤولة دون تحديد بعدم دستورية هذا القانون، ولكن للأسف لم يؤخذ بما نبهنا إليه. اليوم نعيد الكرة من جديد وليس أمامنا وقت، نعيد الكرة والأحزاب السياسية كما قال أخي المهندس أكمل قطام هي أساس الديمقراطية. لم تخترع ديمقراطية في العالم بدون أحزاب سياسية. ديمقراطية تتأسس على تعددية حزبية وفكرية، احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، التداول السلمي للسلطة. ولا يوجد تداول للسلطة بين مستقلين ومستقلين، وإنما يوجد تداول أو إنما تداول السلطة بين أحزاب وأحزاب. لدينا دستور المادة الخامسة منه نص فريد، وهي أن النظام السياسي في مصر يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل والتوازن بين السلطات. إذن أي قانون انتخابات لا يعيد الاعتبار للحياة الحزبية وللأحزاب السياسية فهو مخالف للدستور. حذرنا من ذلك، ولكن كان هناك إصرار على خروج قانون الانتخابات بما خرج إليه. لن نعود إلى الوراء، فلم يعد أمامنا من الوقت ما نبكي على ما فات. لن نتحدث عن القوائم النسبية وهي الوسيلة الوحيدة لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية كقناة رئيسية من قنوات المشاركة السياسية. لم يحدث في العالم في ظل تحول من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي أو عقب الثورات أن أجريت الانتخابات وفقا للنظام الفردي، ولكن دائما كانت ما تجرى وفق نظام القوائم النسبية المفتوحة بحيث يضمن تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي، فلا يوجد صوت خارج البرلمان أو لا نترك أصوات احتجاجية خارج البرلمان لا تستطيع أن تعبر عن نفسها إلا من خلال الميادين وخلال الثورات وخلال الاحتقان. نبهنا إلى هذا، ولكن للأسف أخذ أو ضرب بكلامنا عرض الحائط وانتهينا إلى ما انتهينا إليه من قانون ينظم الانتخابات وفقا للنظام الفردي. ولكن للأسف أيضا أن هذا القانون غير دستوري، سواء قانون تقسيم الدوائر أو قانون انتخابات مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبالتالي هذه الدعوة الكريمة والتي نسعد بأن نكون شركاء فيها أتت لإنقاذ الموقف، لأن دورنا كأحزاب سياسية ممثلين لشعب مصر بكافة فئاته وطوائفه وانتماءاته، ولا يقدر حجم الحزب بعدد أعضائه. يعني البعض يقول لك كم عدد أعضاء الأحزاب السياسية في مصر؟ قول لي واحد فيهم يقول لي كم عدد أعضاء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي إذا ما قورنوا بتعداد الشعب الأمريكي. هو تمثيل، الحزب هو فكر ورؤية والتوجه يقتنع به الناخب ويقتنع به المواطن فيدلي صوته لهذا البرنامج أو لهذا الحزب. عموما نحن كأحزاب سياسية يقع على عاتقنا دون تكليف من أحد ودون انتظار لتكليف من أحد أن نتصدى لهذا الموقف من منطلق المسؤولية الوطنية والمسؤولية السياسية
ونشارك في إنقاذ قانون الانتخاب من عدم قانون انتخابات أو القوانين القائمة عليها انتخابات مجلس النواب القادم من عدم دستورية، فلم يعد أمامنا وقت نضيع في هذا الأمر، ولم تعد الأمر يحتمل أكثر مما حدث. فلم يحدث أن استغرق كل هذا الوقت في إعداد قانون للانتخابات أو قوانين منظمة للعملية الانتخابية، وأنا على يقين أن القوانين التي انتهت إليها لجنة وضع القوانين بها عوار دستوري. بشكر زملائي في الأحزاب، وإن شاء الله نصل إلى ما يحقق دستورية هذه القوانين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.